أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني تنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا إذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
إذ تخلق من الطين كهيئة الطائر بإذني إذ تخلق من الطين كهيئة الطائر بإذني فتنفخ فيها تبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطائر فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمل والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى إذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جيتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إذ قال الله يا عيسى بن مريم نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
الإنجيل. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني فتكون طائرا بإذني وتبرئ لك ما ولبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموت بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا ساحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا إِنَّ قَوْلَ اللَّهِ
قال اتقوا الله قال اتقوا بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين صدق الله
قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا ارزقنا وأنت خير الرازقين ارزقنا وأنت خير تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت
أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني صدق الله العظيم.